In this event, we fulfill the wish I expressed during the Spring University program to enable offenders to enjoy conditions. اليوم نلمدوا به العمليه ديال رسوجوا عائلات الادماج بشراكه مع جامعه الاخوين والجامعه الملكيه للرياضه للجميع تنظم لقاء تواصلي ترفيهي لفائده مجموعه من السجناء الجامعيين وهم السجناء الذين استفادوا من الجامعه الربيعيه في الدوره الاخيره بالدار البيضاء. هذا البرنامج ترم من خلال المندوبية العامة يعني فسح المجال لهؤلاء السجناء أولا لتطوير كفاءتهم ومهاراتهم وكفايتهم التعليمية، وثانيا تحقيق ذلك في إطار انفتاح المحيط الأكاديمي والثقافي، وأيضا انفتاح على فعاليات يعني فنية ورياضية دائما بهدف كما قلت يعني تحسين الكفايات لهؤلاء السجناء. الهدف الثاني وهو ايضا يكرس من خلال هذا اللقاء انفتاح المؤسسه السجنيه على المحيط الثقافي والاكاديمي والرياضي، وهي مناسبه ايضا ل يعني فتح مجالات اوسع للتعاون مع المؤسسه السجنيه على اساس يعني تدليل الصعاب وملائمه ما يتم اعماله من برامج داخل المؤسسه السجنيه مع المعايير الوطنيه المعمول بها وفي افق تحقيق ادماج سليم وفعال للسجناء. فيما يخص جامعه الاخوين يندمج في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وإحنا من أهم ما نكون لدى الطالب هو المسؤولية الاجتماعية، فكانت هذه فرصة لنا باش الطلبة ديالنا ينخرطوا ويشوفوا وجه آخر من مختلف أوجه الحياة، واعتز بما قدمه الطلبة من اندماجاتهم في جوانب اجتماعية وخدمات للمجتمع، كما اعتز بالمستوى العالي الذي برهن عليه النزلاء والنزيلات. فهذا لقاء واعد لي شخصيا، لأن المستوى كما قلت المستوى رفيع ويليق بأي جامعة بكل صراحة، وكذلك لباقتهم وفصاحتهم وبلاغتهم تبشر بخير للمستقبل إن شاء الله بما يتم القيام به في تحضير النزلاء لإعادة الإدماج بعد خروجهم من السجن. اليوم تنتواجدوا هنايا في السجن ديال مدينة أزرول اللي كاينه مشاركة ديال النزلاء اللي هي بالنسبة لنا دورنا أساسي والدور الأساسي بالنسبة للجميع، لأنه المشاركة ديال الجميع، حنا ما تنفرقوش ما بين مشارك ومشاركة، ولكن هذا من الأهداف ديالنا المسطرة داخل الجامعة، لأننا باش ندمجوا معنا جميع الفئات، لا اللي ستكون من نزلاء ولا من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا بالنسبة للعموم. فلهذا احنا جد تشكر جزيل الشكر للسيد المندوب السامي على لأنه هو اللي جات منه البادرة على أننا باش تكون اتفاقية، وكذلك بالنسبة للدعم ديالو للنزلاء داخل السجون داخل ارض الوطن. فلهذا كيف ما شفنا يعني مستوى كبير رائع بالنسبه للنزلاء، من المداخلات ديالهم، من الاقتراحات ديالهم، من الاسئله ديالهم. يعني كاين طلاب اللي في المستوى العالي اللي تيحتازوا على كاين الماستر، كاين البكالوريا، كاين اللي مازال تيكملوا الدراسه ديالهم. فهذا تيبين على انه داخل السجون ما كاينش فعلا، لما تنتكلموا على السجن تنتكلموا على المجرمين، ولكن كاين ناس اللي يقتدى بهم داخل السجن.